مبروك على خويا السيسي، ان شاء الله حياه سعيده. كما نشكر يعني كل الفنانين الموجودين هنا، وكما نشكر السيد والي يعني اللي حقيقه ما مر علينا من الفنانين هنا وما اقدم الفنانين هنا، لكن هذه السنه السنه الماضيه كان ازدهار للفنانين، وكل الفنانين تقريبا في اضرار يعني حسوا بتغيير في الثقافه الفنيه الاضراريه، وهذا راجع لسيد والي الولايه الذي يعني كرم ويعني احتضن هذه الفنانين في مناسبتين في عيد الفنان، وكانت يعني حقيقة سهرة طويلة. ولأول مرة نشاهد في ولاية أضرار بأنه يعني والي ولاية يجلس مع الفنانين أربع سوايع في قاعة ثقافة. نشكرك يا سيد والي، وحقيقة يعني لا نقول بأن افتقدناك، أنت معنا في قلوبنا ومعنا في كل شيء في هذه الولاية، لكن نتمنى نتمنى إن شاء الله سيد والي نتلاقاو إن شاء الله معك في الولاية الأخرى إن شاء الله، كانت فنانين كاملة إن شاء الله يجوا ليه ويديروا سهرة. وشكرا وشكرا وألف شكر يا أستاذي. كما لا ننسى جماعة في هذه المنطقة نتاع صحة الأمير عبد القادر، شخص افتقدناه في مدة قليلة وهو دحو أحمد رحمة الله عليه، وكذلك هذه رايحتكم في التاريخ بأنه أول والي يعني ضمن مهرجان الأغنية المحلية، ونتمنى إن شاء الله اللي جاي من بعده يستمر لنا في الطريقة باش يكون الفنانين يعني يبدعوا ما عندهم. وشكرا. عليك فني قدع صوابي على جانك عادي تحبابي، انا شكيت وشحال بكيت انا عمري شحال شكيت وشحال بكيت قدع 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 صوابي وعليك فني قدع على شرك عليك بني خدع سواك على شرك مش حاشكي مش حاشكي I'm gonna get them fresh, I'm gonna get them dry.
Sweet.